الخير والسعادة بحيكم مشاهدينا الكرام وما كنتوا. بما أنه نحن مقبلين على العيد فحبيت أفرجكم تحضيرات محال وأهالي أربيل للعيد، فخليكم معي. مرحبا، خبرنا شوي عن تحضيراتكم للعيد. تحضيراتنا للعيد المن السمع والمشهورة لعندنا المن السمع هي مال السليمانية لعندنا، وعندنا السجق العراقي كان المشهور لعندنا، والشوكليت والكرزات والمشكلة، وإنما العسل الجبلي الأصلي هم ما الشاخ اللي مشهور عندنا في أربيل. طيب خبرني اكثر زباينكم من وين بيجيكم؟ اكثر زبائننا ما شاء الله يعني من بغداد، من البصره، من الانبار، يعني ما شاء الله بكل المحافظات يعني يجون. اللي عندنا ما شاء الله لان شغلاتنا متوفره، اللي الناس اللي تطلبها كل شيء عندنا، مثل من الشوكليت المسلمه كلها. طيب خبرني كيف الاقبال؟ الناس بلشت تجي يعني كرمال تشتري اغراض العيد وهي؟ اي طبعا اغراض العيد يعني ما شاء الله يعني احنا كل شيء متوفرين للزبائن، يعني الشيء يطلبون الزبائن نوفر لهم كل شيء، يعني من النساتيل والشوكليت وكل شيء، يعني العسل الجبلي والسجقات كليته والحلقوم، والحمد لله والشكر ما شاء الله ازدحام يعني ابد ما نقف ما شاء الله. مرحبا، خبرينا شو جاي تعملي اليوم هون؟ جاي اشتري شوية شرزات وحب شمس وشوكليت وبقلاوة عشان احضر العيد تحضير. طيب خبرينا شو هي تحضيراتك للعيد بالعادة، شو بتعملي بالعيد؟ بالعيد دائما اشتري شرزات ونحط على السفرة، نشتري كليتشة والشوكليت والشربت والشاي نحضر. انت من وين جاي؟ من الموصل. انت ومين هنا؟ انا وعائلتي. جزيل الشكر لك يا رب وعيد سعيد سلفا. شو حابب تحكي لنا بما انه نحن مقبلين على العيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وهني العالم الاسلامي بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك، والشعب العراقي واقليم كردستان خاصه. طيب عمو احكي لي شوي، شو انتم بالعاده شو كعائله شو بتحضروا للعيد؟ شو هي تحضيراتكم للعيد؟ تحضيرات كل مسلم بعد شهر رمضان المبارك يحضرون الحلويات والشوكليت والكرزات والقهوة، يحضروها على مود الضيوف اللي تجي تعايدهم. وكل عيد تشوفين يعني البهجة والسرور بقلوب هاي الناس وهالأطفال خاصة، لأن هذا العراق محروم من زمن بعيد حيل على 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 هالفرحة وعلى هالشيء. وهذا العيد يختلف عن باقي الأعياد. ليش بيختلف؟ يختلف لأن كان أكو كورونا، هسه حاليا الحمد لله والشكر الوضع أفضل والوضع أحسن شوية، وخاصة في إقليم كردستان وضع أمن وأمان وكل شيء متوفر. جزيل الشكر لك عمو وان شاء الله عيد سعيد سلفا. وان شاء الله كل عام وانتم بالف الف خير. جزيل الشكر لك. العراقي واقليم كردستان خاصه بالف الف خير. مشاهدينا مثل ما شفتوا معي الاقبال كل ساعه عم يزداد والناس عم تتحضر لشراء اغراضها لاستقبال العيد، وهيك بكون وصلت لنهايه فقرتي لليوم، بتمنى عن جد تكونوا استمتعتوا معي. لبرنامج نسمات زاغروس، زبين حسين، اربيل.